السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة ودائما عبر قناة المعارف الفضائية، حيث نتحدث ضمن سلسلة حلقات عن عبادة المعصومين سلام الله تعالى عليهم. وقد وصلنا في هذه الحلقة للحديث عن عبادة الإمام علي الرضا سلام الله تعالى عليه. طبعا ضيفنا الدائم لهذه الحلقات سماحة الشيخ تامر حمزة. أرحب بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. سماحة الشيخ، بما أننا نتحدث عن عبادة إمام فنحن سنقسم أسئلتنا إلى قسمين، قسم للعبادة وقسم للإمام، ونربط بينهما. نبدأ بالقسم الأول عن مفهوم العبادة أولا حتى يتسنى لنا حديث عن عبادة الإمام علي الرضا سلام الله عليه. فإذا ما هو مفهوم العبادة بأحاديث الأئمة سلام الله تعالى عليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، إليك وإلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الأكبر التحيات والسلام لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. حول ما تفضلتم به من سؤال حول عبادة أو مفهوم العبادة بالسنة الشريفة، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلام عليهم، العبادة هي عبارة عن أعمال وحالة روحية، أو أعمال منشأها حالة روحية، عملية ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي العابد أو يأتي المكلف سواء كان معصوما أو غير معصوم بهذه الأعمال ضمن ضوابط وأحكام وشرائع شرعها القرآن الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار، فتجعل حالة من الارتباط بين العبد وبين الخالق عز وجل. رأس هذه العبادة وأهم شيء في هذه العبادة أن يدرك المتعبد أو يدرك المكلف بأن الله عز وجل هو الإله، هو الخالق، هو المعبود، وأن المكلف أو أن الإنسان هو معبود أو عفوا هو عابد لله عز وجل، يعني هو في مقام العبودية الحقيقية، هو رق لله. وكلما أدرك الإنسان حقيقة هذه العبادة بمعنى أدرك الربوبية لله والعبودية له، أنه هو في مقام العبودية، كلما تجلى هذا المفهوم وكلما كان أكثر وضوحا أو بمعنى أنه يعيشه في نفسه وروحه، كلما كان الإنسان يدرك حقيقة هذه العبادة وتنعكس على سلوكه، فيكون أكثر طوعا لله عز وجل وأكثر تسليما لأمر الله عز وجل. ومن العبودية بمعنى هو التوجه، الشعور بالله سبحانه وتعالى، لكن البعض يفهمها بطريقة شكلية، فدائما يقول مثلا صليت كذا ركعة، صمت كذا يوم، دعوت كذا دعاء، يعني حالة كمية أحيانا. برأيكم سماحة الشيخ، يعني هل هذا مفيد أو هو مطلوب ومرغوب في الدين أيضا؟ يمكن نعم، يمكن هناك يعني عدم وضوح رؤية عند الإنسان بين الأعمال كواجبات يأتي بها وكمحرك أو منبع لهذه الأعمال. الإنسان عندما يقول صليت وصمت وحججت وجاهدت إلى آخره، هذه هي مظاهر للعبادة، هذه هي أعمال نعم عبادية مطلوبة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة مثلا. ولكن الشيء الأساسي الذي نقول عنه بأن العبودية هو أن يدرك هذه الحقيقة، أن يميز يعني بين مقام الربوبية والعبودية، وأن الإنسان هو في مقام العبودية وعليه أن يسلم لله عز وجل في كل أموره. لذلك يصل الإنسان إلى مرحلة إذا كان واقفا للصلاة
يعتبر هذا أمر عبادي مطلوب واجب عليه، هذه فريضة عليه أن يأتي بها. وأيضا حتى ولو كان نائما مثلا ولكن بنية أن يأتي بالنوم من أجل أن يتقوى على عبادة الله بعد اليقظة أو بعد أن يستيقظ من نومه، عندما يخرج مثلا للتجارة وللتجارة مثلا ويعتبر أن يقوم بهذا العمل من أجل أن يحفظ أسرته ونفسه ويرفع كله عن الآخرين ويقوم بهذا العمل أيضا لوجه الله سبحانه وتعالى، فتتحول حركة الإنسان وسكنات الإنسان تتحول إلى أمور عبادية. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما الشيء مثلا المعروف عند الناس ربما يعتبرون يعني العبادة هو مجرد أن يأتي الإنسان بالأمور المفروضة، وهي مثلا بعض فروع الدين مثل الصلاة والصوم والحج مثلا والخمس والجهاد في سبيل الله مثلا وبعض الأمور الأخرى. المفروض فيما يعني إذا أردنا أن ننظر إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام حقيقة والالتزام بهذه المدرسة وحسن الاقتداء بالأئمة الأطهار عليهم السلام أن نعيش هذه الروحية هذه الحالة، حينئذ تكون صلاتنا هي مظهر من مظاهر العبادة وليست هي الارتباط. بنفسها هي العبادة، هي مظهر من مظاهر هي مظهر العبودية. من مظاهر العبودية ممكن يكون صلاة عبادة أو تجارة كما قلت عبادة، حتى النوم قلت أكثر من ذلك. ربما الإنسان لو نام مثلا يكون في حالة عبادية إذا كانت نيته هو ينام من أجل أن يعطي جسمه هذا الحق حتى يتقوى على عبادة الله مثلا بعد أن يقوم بعد أن يستيقظ مثلا. يتجلى هذا الموضوع أكثر كما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان عندما يتحدث عن نوم الصائم أن نومه فيه عبادة أو نومه عبادة. هذا الأمر يعني هذا الأمر هو المطلوب، هذه الحالة التي يجب أن يشعر بها العبد حقيقة في مقام العبودية لله عز وجل. ولذلك إذا أدركنا هذه الحقيقة نصل إلى مرحلة نكون حقيقة نحن عباد لله، لأننا أدركنا مفهوم العبودية الحقيقية واستطعنا أن نميز بين مقام الربوبية ومقام العبودية. وهذا ما يحصل أو نراه عند في حياة أئمتنا سلام الله سلام تعالى عليهم، ونتحدث عن الإمام الرضا سلام الله عليه. وقبل أن نشرع في الحديث عن عبادته وانعكاس عبادته على المؤمنين والاقتداء به، نود منك سماحة الشيخ أن يعني نوع من المقدمة التمهيدية لحياة الإمام الرضا سلام الله عليه، المعروفة تاريخيا أنها حافلة في أمور كثيرة يعني اجتماعية وسياسية ودينية وإلى آخره. حبذا لو نبدأ بتمهيد حول حياة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. أكيد العبادية الجانب العبادية في حياة الإمام الرضا. حياة نعم كما قلت يعني أنت سمحت الشيخ أن الإنسان العابد لله حياته كلها عبادة، فالإمام رضا تجلى في ذلك. يمكن أن نبين هذا الموضوع ونصل إلى هذه النتيجة من خلال بيان أمور. يعني الأمر الأول نستفيد أو نسلط الضوء على ثلاث جهات. الجهة الأولى هناك كلام لمولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيه عن علامات الإمام المعصوم، يعني الإمام الواجب أن يقتدي به الناس وأن يتبعه الناس وهو في مقام المقدمة للناس ويشكل قدوة للناس. يبين الإمام سلام الله عليه علامات الإمام، يقول للإمام علامات: يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس. يعني ولذلك لا يمكن أن يكون هناك أي فرد هو أعبد من الإمام، أو إذا كان يحمل هذه الصفة أن يصل إلى يعني يوازي الإمام في هذه الصفة. هذه الصفات كلها من الصفات الجميلة في صفة معينة أو لا خلص الإمام لأنه إمام هو الأعلى في كل هذه يجب أن يكون الإمام هو في المرتبة العليا. يعني هو هذه الصفة التي يحصل عليها أن تكون في كمالها، أن تكون أشرف صفة موجودة يعني في ذروتها وكمالها. مثلا على مستوى
أن يكون أعلى من الناس. يعني لو وجدنا فرد يوازي الإمام في العلم، هناك مشكلة، يعني لم يعد هذا الإمام هو إمام، لأن هذا الإنسان الموازي له لماذا لا يكون هو الإمام؟ نعم. وهو القدوة. وهكذا بالنسبة لأحكم الناس من الحكمة، نعم، وأتقى الناس، وعلى مستوى الحلم والصبر، على مستوى الشجاعة، على مستوى السخاء والجود، ومنها مسألة العبادة، يعني أعبد الناس. هذا من جانب يبين لنا يجب أن يكون الإمام، أو من علامات الإمام أن يكون أعبد الناس على الإطلاق، والصيغة صيغة أفعل التفضيل. واضح. معنى ذلك أن لا يكون أحد يوازيه لأن يتقدم عليه. صحيح. الجهة الثانية، الإمام الرضا عليه السلام أيضا يبين لنا صفات الموالين له، يعني كيف يجب أن يكون الموالون، وما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلون بها الذين ينتسبون إلى الإمام أو إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الرضا عليه السلام: شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت عليهم السلام ويتبرؤون من أعدائهم، أولئك أهل الإيمان والتقى وأهل الورع والتقوى. إذا كانت هذه الصفات هي صفات الموالين للإمام، يعني صفات المأمومين، فكيف يجب أن تكون صفات الإمام؟ هنا ربما يقول البعض: الإمام يصلي وأنا أصلي، الإمام يصوم وأنا أصوم، الإمام يزكي وأنا أزكي. هذا ما يشاهد بالعيان بصورة عامة. الإمام يأتي بهذه الأعمال ونحن نأتي بهذه الأعمال. هناك فارقان أساسيان. الفارق الأول على مستوى العمل، يعني الإمام عندما يأتي بالصلاة والإنسان العادي عندما يأتي بالصلاة، صحيح على مستوى الفريضة كفريضة تسقط عن الإمام وتسقط عن المأموم، هذا صحيح، ولكن يبقى نوعية هذه الصلاة. هل أن المأموم يأتي بصلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب كما تحصل عند الإمام؟ هل كل الناس الذين يأتون بهذه الأمور المفروضة أو المستحبات هل يأتون بها في نفس المرتبة وبنفس السنخية؟ الفارق الثاني المحرك لعملية العبادة، المنطلق لعملية العبادة. نحن كما ذكرنا سابقا بالنسبة لبعض عبادات الأمة عليهم السلام، ربما إنسان يصلي لله عز وجل طمعا بالجنة، وآخر يصلي لله خوفا من النار. هل أن الإمام المعصوم يصلي لله عز وجل طمعا بالجنة حتى في المرتبة هناك اختلاف شديد؟ حتى في المحرك، يعني الأئمة عليهم السلام يصلون لله ويعبدون الله بصورة عامة لأنهم وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوه. هذا الفارق الأساسي والجوهري بين عبادة المعصوم وعبادة غير المعصوم. على كل إذا كانت هذه الصفات هي صفات الإنسان الموالي والشيعي والمحب لأهل البيت، فكيف تكون، يعني يجب أن تكون متوفرة في الإمام بنحو أشرف وأكمل. بعبارة فلسفية أخرى أقارب الموضوع من جانب فلسفي، نحن مثلا لو نظرنا إلى أي مبعث للضوء، تارة ننظر إلى الشمعة فتعطي الضوء، وأخرى ننظر مثلا إلى المصباح فيعطي النور، وأخرى ننظر إلى الشمس فأيضا هي مبعث للنور. نقول الشمعة مضيئة أو هي نور أو تعطي النور، والشمس أيضا هي تعطي النور، وما بينهما من مصادر الطاقة أو مصادر النور، فهي تقع بين نور الشمس مثلا ونور الشمعة. هنا التفاوت، هنا عادة يعبر عنه أهل المناطق أن هذا التفاوت هو تفاوت تشكيكي يقولون عنه. يعني نقول هذه الشمعة مضيئة ولكن بمرتبة ضعيفة، نورها بمرتبة ضعيفة. كذلك الأمر، الشمس تبعث النور ولكن بمرتبة كاملة وقوية، يعني لا يوجد هناك مبعث الضوء أكثر من الشمس. نفس الشيء عندما نقيس الموضوع على الإمام وعلى المأمومين، الإمام يعبد الله عز وجل والمأمومون أيضا يعبدون الله عز وجل، أو الموالون كما أمر الأئمة عليهم السلام يعبدون الله عز وجل، ولكن العبادة، بين الفرق بين عبادة الإمام
وعبادة المجتمع ونور الشمس يعني. يكون كنور الشمس ونور الشمعة. نعم. هذه العبادة في غاية كمالها وشرافتها وقوتها، وهكذا بالنسبة للإنسان المأموم أو الموالي فعبادته أيضا تكون بمرحلة أضعف أو ضعيفة، والناس بينهما يكونون في حالة تفاوت. يعني كلما عرف الإنسان وعرج إلى الله، والأساس هو كلما أدرك حقيقة الربوبية فيشعر بالعبودية فتكون عبادته أقوى وأشرف وأكمل، إلى أن يصل إلى مرحلة لا يستطيع بعد ذلك الإنسان غير المعصوم أن يتجاوز هذه المرحلة، وإنما تبدأ المرحلة الأساسية للمعلوم السلام، لأن ذلك مرحلة الاصطفاء، الظاهر مرحلة الاصطفاء الكمال التي اختاره الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك نجد يعني لذلك نجد الإمام عندما يقول أعبد الناس، بمعنى أن الإنسان مهما بذل من جهد لا يستطيع، لأن الإمكانيات والطاقات أو بتعبير إلا أنكم لن تقدروا على ذلك. الإمكانات الاستعدادية عند المأموم أو غير المعصوم إمكاناته إلى مرحلة معينة محددة، وبعد ذلك يكون يعني المسألة الكمالية في العبادة نتيجة العلاقة مع الله يعني دائما هي في حالة عروج لا ليس لها حدود ولا محدودية لها. ولذلك أشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في رسالته إلى عثمان بن حنيف وليه على البصرة، يقول له عندما قال له ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ولكن لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون على ذلك أن تكونوا مثلي، ولكن لا يعني أيضا أنه سقط التكليف، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وهنا تبدأ عملية التنافس الصعودي. نعم. الجهة الثالثة لو يعني هذه هناك جهة ثالثة. الجهة الثالثة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن الإمامة يقول الإمامة هي أساس الإسلام، يعني الإمامة تعتبر هي الأساس العمود الفقري للإسلام، وهي تمامية الصلاة والصوم وبقية العبادات إنما تتم بالإمامة. يقول النص الحرفي أو الرواية للإمام الرضا عليه السلام يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وإلى أن يقول وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحلل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويدب عن دين الله، إلى أن يقول وهو الحجة البالغة. هنا لابد من الالتفات إلى مسألة أساسية، وهي عندما يقول الإمام الرضا عليه السلام بأن الإمامة هي أس الإسلام وهي الأحكام أن تمامية الصلاة والصوم إنما تكون بالإمامة، هنا علينا أن ندرك جيدا أن الإنسان الذي مثلا يعتقد بالإمام من دون أن يأتي بهذه العبادات فهو كأنه حصل على العمود الفقري من دون أي شيء آخر، ومن يأتي بكل هذه العبادات من دون الموالاة للأئمة عليهم السلام فكأنه يأتي بأمور لا عمود فقري لها، لا قاعدة لها، لا أساس لها. لذلك حتى نصل، وهذه من المراحل، هذه بداية العروج إلى الله أو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن أأتي بهذه الأعمال بشرط أن تكون بشرط الولاية بشرط الإمامة. على سبيل المثال من أتى بالصلاة من دون طهارة من دون وضوء، لو قال أحد أنا أريد أن أصلي ليلا نهارا أصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة لله من دون طهارة، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، لأن الله عز وجل الذي فرض علينا الصلاة قال أنا أريد الصلاة عن طهارة وليست الصلاة من دون طهارة. وهكذا بالنسبة لكل المقدمات والشرائط والأجزاء، لو إنسان قال أنا أريد أن أأتي بالصلاة ولكن أأتي بالصلاة مثلا صلاة الظهر أأتي بها ب3 ركعات وليس ب4 ركعات وسوف أصلي لله مدى عمري يعني وأقضي 15 سنة قبل سن التكليف وأقضي أيضا 9 أشهر في رحم أمي ولكن أأتي بصلاة الظهر ب3 ركعات وليس ب4 ركعات هل تقبل صلاته؟ الله عز وجل فرض علينا هذه الصلاة بهذه الكيفية، من جملة الشرائط أن تأتي بهذه العبادات بشرط الولاية،
بشرط الاتباع لأهل البيت، بشرط محبة أهل البيت عليهم السلام، حينئذ كما اشترط علينا الطهارة أو الشروط الأخرى والمقدمات، كذلك من جملة الشرائط الأساسية وهي شرط قبول العمل أن يكون هناك تولي بأهل البيت عليهم السلام والتبري من أعدائه. طبعا ممكن أيضا أن نبدأ أو أن نعود يعني عودا على بدء أو نتحدث عن نشأة الإمام، تربية الإمام، محيط الإمام، بيئة الإمام النبوية التي نزل فيها الوحي وهو هي بيت النبوة. سأسأل هذا السؤال بعد فاصل سماحة الشيخ لو تسمح لي. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحلقة، فابقوا. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عودة إليكم مشاهدينا الكرام وإلى هذه الحلقة، حيث نتحدث وكما عرفتم ضمن سلسلة حلقات حول عبادة الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وقد تحدثنا في الفقرة الأولى من هذه الحلقة عن عبادة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، ونستكمل أيضا هذا الموضوع ودائما مع سماحة الشيخ تامر حمزة. أرحب بك مجددا سماحة الشيخ. طبعا من الناحية البشرية نحن نتحدث، هناك من الناحية الإلهية أن الله اصطفى هذا الإمام وهو قد عرفه والإمام قد عرف الله، لكن أيضا نحن كبشر نود أن نعرف أو نحب أن نعرف بيئة الإمام، تربية الإمام، نشأة الإمام، كيف تجلت عبادة الإمام من خلال ما تربى عليه من بيئة صالحة وطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بحسب اعتقادنا أن الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه هو حلقة في هذه السلسلة النورانية المباركة والمقدسة، هو ابن إمام وهو أب لإمام، وتقريبا إمام الرضا يقع في الحلقة الوسطى بالنسبة لهذه السلسلة المباركة، لذلك ويعتبر الإمام هو وارث النبي ووارث الأئمة، يعني كل إرث النبوة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإرث انتقل إلى أمير المؤمنين ومن أمير المؤمنين إلى الإمام الذي يليه حتى انتهى الموضوع إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عندما نتحدث عن إمام يملك أو لديه إرث النبوة والإمامة، عندما نتحدث عن إمام في بيت كان مهبط للملائكة ومهبط للوحي وفيه رائحة النبوة وفيه نور الإمامة، أكيدا كل هذا سوف يؤثر على شخصية وبناء شخصية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جانب من سلسلة من جانب الأعلى. أما من الجانب الآخر، بما أن الإمام الرضا عليه السلام يعد هو أب وجد لمجموعة من الأئمة وهم الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة أرواحنا فدا، خاصة أن الإمام الرضا يعتبر مفصلا أساسيا
في علاقته مع الأئمة، لدرجة أن بقية الأئمة الثلاث، ابنه وحفيده وابن حفيده، يقولون حتى يعرف للناس كان يقال عنه بابن الرضا. مثلا الجواد يعرف الإمام جواد بابن الرضا، ويعرف الإمام الهادي بابن الرضا، كأنه حقبة جديدة من الإمام، وكأنه يعني لشهرة الإمام وعظمة الإمام ومعرفة الإمام عند الناس، فكان الأبناء يعرفون بأبيهم. هذه الحالة وهو في، وخاصة أنه في مقام عندما تصدى للإمامة وهو المعني بإدارة شؤون الناس وشؤون الأمور الأخرى التي وكله الله سبحانه وتعالى بها، أكيدا هذا مما ينعكس على روحيته العبادية، على سلوكه العبادي، على علاقته بالله عز وجل. يتبين هذا الموضوع من خلال حوار جرى بينه وبين المأمون. المأمون سأله، قال له: يا ابن رسول الله، قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني. الإمام أجابه، فيعني يريد أن يقول للمأمون: إذا كان فخركم وعزكم في الخلافة، وهو مقام تعتبرونه هي السلطة، هي كل شيء في حياتكم، نحن لنا قراءة أخرى في مدرسة أهل البيت، هناك قراءة أخرى لمصدر الافتخار ومصدر العزة. فقال له: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المدرسة الحقيقية لأهل البيت في مقابل مدرسة المتسلطين، يعني مدرسة الدنيا، يعني هل فارق مدرسة نوعي. أهل الآخرة مع مدرسة أهل الدنيا، أو مدرسة يعني الإمام مع مدرسة الذين يعتبرون أن الدنيا هي شيء آخر. لذلك طرح الإمام العبودية، وطرح الزهد، وطرح الورع، وطرح التواضع، التواضع في دار الدنيا. هذه صفات إذا التزم بها الإنسان تكون له الرفعة وله العزة وله السعادة، وهي الكمال. نحن علينا إذا أمام هاتين المدرستين لا خيار لنا إلا مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الانتساب إلى مدرسة أهل البيت ليست هي بطاقة، الانتساب إلى مدرسة أهل البيت ليست هي لقلقة لسان، وإنما الانتساب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو أولا التحلي بالصفات التي ذكرها الإمام عليه السلام، وثانيا تطبيق أو انعكاس هذه الصفات التي يتحلى بها الإنسان أن تنعكس على سلوكه وعلى عمله، أن يكون الإنسان حقيقة عابدا لله، وهذا ما أشرنا له في بداية الحلقة، أن يكون الإنسان يعني يزهد في الدنيا والزهد، كما قال أمير المؤمنين: أن لا يملكك شيء، ليس زهد أن لا تملك شيء، بل زهد أن لا يملكك شيء، أن لا يملكك شيء، أو كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد بين كلمتين في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ومسألة الورع عن محارم الله، أن يتجنب الإنسان الأمور التي فيها غضب الله وهي أمور محرمة، وكذلك الإنسان يكون متواضعا. إذن المأمون ينظر إلى السعادة أن يكون هو السلطان وأن يكون هو الخليفة، بينما أما الإمام رضا عليه السلام يقول: السعادة هي بالتواضع، وهي مسألة الزهد والعبودية ومسألة الورع. هذه هي المدرسة الحقيقية التي نحن نفهمها والتي ندركها من خلال مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دائما حركة الإمامة معروفة، يعني خصوصا الإمام الرضا سلام الله تعالى، باعتبار استطاع أن يخرج إلى الناس وأن يتسلم سلطة بطريقة يعني فيها نقاش تاريخي حول كيفية وهل تسلم أو لا، ولكن أصبح معروفا لدى العدو ولدى الصديق، ومن هنا يعني عرفت عبادة الإمام. فيعني كيف نظر العدو إلى عبادة الإمام، وكيف نظر الصديق أيضا أو الموالي إلى عبادة الإمام سلام الله؟ حقيقة لقد شهد العدو والصديق بعبادة الإمام عليه السلام، علما أن الإمام لا يحتاج إلى شهادة أحد. ويكفي يعني ولو أردنا، طالما أنها نقلت في التاريخ
وهذه تكون حجة أبلغ عليهم لأنهم شهدوا بعبادة الإمام وبعلمه. يكفي واحدة من الشهادات هو ما أشرنا إليه الآن أن المأمون نفسه أن المأمون نفسه هو يشهد الإمام ويقول له قد عرفته، يعني أنا أعلم، أنا أعرف فضلك وأعرف علمك وورعك وعبادتك إلى آخره. مضافا إلى ذلك يروى عن رجل يقال له رجاء بن أبي الضحاك يقول قد بعثني المأمون لأصطحب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان من أجل أن يذهب إلى المدينة المنورة ويصطحب الإمام على أي حال يكون عليها الإمام. يقول جئت إلى المدينة المنورة واصطحبت الإمام طول الطريق من المدينة إلى مرو، يعني قريبة من مشهد. يقول والله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منه، منه يعني ضمير الشأن إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل. كان إذا أصبح صلى الغداء فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي وآله عليهم السلام حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فيها حتى يتعالى النهار، ثم يقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال، ثم جدد وضوءه وعاد إلى مصلاه. والإمام هو في حالة يعني أسر، في حالة حجز حرية للإمام، وكان الإمام حتى في هذه الحالات، حالات البلاء، حالة الأسر، حالة حجز الحرية، والإمام لا يرى شيء في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يتوجه إلا إلى الله عز وجل، ولم يشغله شيء في هذه الدنيا من عبادته ومن توجهه إلى الله عز وجل. إذن في حالات الرخاء هم يتوجهون إلى الله، وهذا ما قرأناه في تاريخ آبائه وأجداده كعبادة الإمام موسى بن جعفر أو غيره من الأطهار، أنهم في حالة الرخاء عندما كانوا يجلسون أو عندما يأتون إلى صلاة الصبح، فلما يفرغون بها أيضا الرواية تصف لنا حالتهم بنفس هذه الحالة إلى الزوال، هذا في حالة الرخاء. هذه تصف لنا حالة الإمام وهو في حالة البلاء وفي حالة الأسر أيضا، فنجده دائما ذاكرا أو مصليا أو ساجدا عابدا أو واعظا معرفا معلما للناس مرشدا للناس. وأيضا من النقاط التفصيلية الأساسية التي يجب أن نلتفت إليها أن الإمام إذا كان متوجها إلى الله عز وجل بالعبادة، هذا لا يعني أنه ينقطع عن دوره كإمام للناس، وعندما يتوجه إلى الناس بتوجهه إلى الناس لا ينقطع عن الله عز وجل. إذن في حالة العبادة هو يعبد الله عز وجل من أجل أن ينعكس على سلوكه لخدمة الناس، لأن الله أمر بخدمة الناس، وكذلك الأمر عندما يتوجه إلى خدمة الناس يعتبر أن هذه الخدمة هي أمر عبادي. ولذلك نجد على مدار الساعة أن الإمام كل الأعمال التي يأتي بها يأتي بها بنية أنها أمور عبادية، وهي حقيقة أمور عبادية، وهذه هي المدرسة الحقيقية لأهل البيت صلوات الله عليه. هنا الكلام دائما حول تجسيد العبادة، ليست مطلوبة لذاتها فقط، هي مطلوبة باعتبار عروج إلى الله سبحانه وتعالى ويعني إنشاد إلى المعبود، وبنفس الوقت انعكاسها في الحياة العامة للإنسان. برأيك يعني اقتداء بالإمام كيف يمكن أن نجسد يعني حركة الإمام أو عبادة الإمام من خلال حياتنا اليومية؟ ماذا نستلهم سماحة الشيخ من الإمام؟ يعني تقريبا أشرت إلى النقطة إلى هذه النقطة، وهي واقعا تحتاج إلى إلى تسليط الضوء أو إلى مزيد من تسليط الضوء عليها. الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، والتي نقول هي مسألة عبادية بحتة، ولكن هل الإنسان يعيش لوحده في هذه الدنيا؟ هل ينقطع الإنسان عن محيطه؟ أو بطريقة أخرى أطرح السؤال، هل أن العبادة لله عز وجل هي مجرد هذه الواجبات والطقوس التي يأتي بها الإنسان، هذه هي العبادة؟ ألم تكن خدمة الناس عبادة؟ ألم تكن مواساة الناس عبادة؟ ألم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو طابع اجتماعي أليس بأمر عبادي؟ مثلا الحج الذي هو أمر عبادي،
نجد أن الحج لا ينفصل عن علاقة مع الناس. نجد أن علاقة الإنسان مع جاره لا تنقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في كثير من الروايات أنه يستحب كذا ويستحب كذا ويستحب كذا ويك والعمل فلاني مكروه أو لا يجوز هذا العمل. هذه كلها أمور عبادية. نحن علينا دائما وأبدا عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال العبادية، والتي هي محض على مستوى الأعمال الأفعال الخارجية هي محض أمور عبادية كالصلاة والصوم، ولكن الصلاة بنفسها بجوهرها تحمل طابع اجتماعي وبعدا اجتماعيا. وأيضا عندما يتوجه الإنسان للتجارة أو للعلاقة مع الناس أيضا تحمل في جوهرها أمر عبادي. يعني الأمور المعاملاتية في جوهرها أمر عبادي، والأمور العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في جوهرها أمور معاملاتية إذا صح التعبير. عندما نعيش هذه عندما ندرك هذا المفهوم ونحيط بهذا المفهوم، حينئذ تتحول كل أعمالنا وكل حركاتنا إلى أمور عبادية لله عز وجل. فإذا ولذا إذا قام العبد وقال أصلي مثلا صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى، وقال سوف أخدم أسرتي قربة إلى الله تعالى، وسوف أرفع الأذية عن جاري قربة إلى الله تعالى، أو سوف أصبر على أذية جاري قربة إلى الله تعالى، أليست كلها أمور عبادية؟ صحيح. ولكن نجد هذه لها طابع عمودي بينه وبين الله، وهذه لها طابع أفقي بينه وبين الناس، ولكن المحور الأساسي فيها أنها أو أن الرابط الأساسي فيها والمحرك الأساسي فيها هي مسألة عبادة لله عز وجل. ولذلك إذا نحن جئنا إلى فروع الدين نجد فروع الدين منها مسائل اجتماعية. صحيح. ومنها مسائل عبادية بالمعنى العبادي، يعني مثلا الصلاة أمر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله أليس هو أمر اجتماعي؟ صحيح. هو يدافع عن الفقراء ويدافع عن المستضعفين ويدافع عن المظلومين ويواجه الأعداء ويدفع شرهم مثلا عن الآمنين وعن صحيح. المستقرين. الأمر من معروف والنهي عن منكر هو من الأمور العبادية، هو أمر اجتماعي، وبقية الأمور الأخرى التي نجد لها يعني بعدا اجتماعيا ولكن في جوهرها هي أمور عبادية. مثل هؤلاء الأشخاص مثل الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه يشري الله أحيانا، وهكذا يعني بعض الأحاديث أو الروايات أو الوقائع التاريخية أو المشاهدات، أن هذا الإنسان العابد الخالص لله يجري الله في بعض الأحيان على يديه كرامة ما. وقد حدث مع الأئمة عليهم السلام الكثير من الكرامات. طبعا بعضها يسميها معجزة، بعضها كرامة، ليس هنا موقع البحث، ولكن الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا حصل لديه باعتباره أحد عباد الله سبحانه وتعالى. فماذا ما هي الوقائع التي حدثت مع الإمام أو الكرامات التي حدثت مع الإمام؟ هناك وقائع كثيرة وكرامات كثيرة يعني، وممكن تحتاج يعني يمكن للإنسان أن يجعلها في مصنف كبير. أكيد نحن بمقدار ما يسمح لنا الوقت سوف أنقل قضية مهمة جدا. الإظهار الكرامة على يد الإمام أو المعجزة كما كإظهار المعجزة على يد الأنبياء أو تزويد الأنبياء العظام عليهم السلام بالمعجزات، الهدف منها هو تصديق الناس بما يدعيه النبي. أو هناك شبهة معينة يريد أن يدفعها الإمام أو النبي أيضا يزود بمعجزة أو كرامة. واحدة من الوقائع التي حصلت مع مولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه بعد أن سلم ولاية العهد احتبس المطر لثلاث سنوات، بدأ الناس يتكلمون، وهي حركة الطقس يعني مثل ما بيقول هذا الأمر الله عز وجل، يعني أنه إذا كان إنسان خليفة هذه أمور بيد الله عز صحيح. وجل. ولكن بدأ بعض الحاشية المقربين من المأمون يتحدثون والذين يبغضون الإمام، يعني هناك عداوة مع الإمام أو لهم مصالح مع المأمون، بدأوا يتحدثون أن بمجرد أن تسلم علي بن موسى الرضا تسلم ولاية العهد الله عز وجل حبس المطر عن العباد وعن الخلائق. هذه القضية بالنسبة لهم
يعني يعتبرون مبدأ التشكيك، يعني هو مبدأ بالنسبة لهم هو بغض الخلفية، هو الحقد، أو أنه يفوت عليهم المصالح. بالنسبة لبعض الناس الموالي الذي يعرف الإمام هذا لا يؤثر فيه شيء، ولكن هناك فئة ممكن يؤثر فيها التشكيك، يعني ممكن تهتز عقيدتهم بالإمام عليه السلام، والإمام حريص على عقائد الناس، ولذلك لابد من إظهار المعجزة ومن إظهار الكرامة، وهذا الأمر بيد الله عز وجل. ولكن طالما أن الموضوع له علاقة بالإمام وبمقام الإمامة فلا بد وأن يستعمل الإمام هذه المعجزة أو الكرامة. تقول الروايات بأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الصحراء وخرج الناس معه ينظرون، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه السلام: اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت عليهم السلام. على كل، نحن ليس في وارد تحليل كلمات الإمام، ولكن هذا فقط هذا هو الرد على المشككين وعلى المبغضين والشانئين لأهل البيت. يريد أن يبين الإمام الرضا على مسمع الناس ويخاطب المولى عز وجل: أنت عظمت حقنا أهل البيت عليهم السلام، يرد عليهم بأن حق أهل البيت هو عظيم على الله وعلى الناس. فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رايث، يعني أن يعطي خير وصافي ولا ضائر، وليكن حتى الإمام تدخل في الوقت، وليكن ابتداء مطرهم بعض انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم، يعني قبل أن يدخلوا البيوت أو بعد أن يدخلوا البيوت فلينزل المطر. هنا يقول ولده الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ينقل ما الذي حصل، يقول: فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا. هنا عندما يقسم بالله عز وجل ولكن يذكر جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أيضا أن يقول للناس أننا نحن لنا ارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس ارتباطا نسبيا فحسب، بل الارتباط الولائي أو المهمة، وهو أن ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من إرث وصل إلينا ولكن من دون وحي. فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا، لقد نسجت الرياح في الهواء الغيومة، وأرعدت وأبرقت، وتحرك الناس كأنهم يريدون التنحي عن المطر، وأخبرهم الإمام بأن هذا السحاب، الإمام الرضا كلما أتت غيمة يقول لهم هذه الغيمة للبلد الفلاني وهذه الغيمة للبلد الفلاني، يعني كان الإمام يريد أن يبين معجزة ضمن معجزة. أولا دعا الله عز وجل أن يرسل المطر، حدد الوقت أنه بعد أن ينصرفوا. المسألة الثالثة أنه كان يحدد لهم أن كل غيمة إلى أي بلد، إلى أي منطقة، وهذا وحتى يدرك الناس هذه الكرامة وأن الإمام على حق. يقول الإمام وأخبرهم الإمام بأن هذا الصحاب هو للبلد الفلاني، وهكذا إلى أن أقبلت صحابة، يقول صحابة 11 يعني رقم 11، فقال: أيها الناس، هذه صحابة بعثها الله عز وجل لكم، فاشكروا الله على تفضله عليكم، وقوموا إلى مقاركم ومنازلكم، فإنها مسامتة لكم ولرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا إلى مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق، أو من المطر ما يليق بكرم الله وجلاله، مش لأنه أنتم بتستحقوا، لأن هذا هو الكرم الإلهي. يقول الإمام الجواد: فانصرف الناس، بمجرد أن دخلوا منازلهم نزل المطر بغزارة، فجعل الناس يقولون، قلبت الآية، فجعل الناس يقولون: هنيئا
لولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرامات الله عز وجل له. يقولون هذه كرامة، يعني أدرك في تلك اللحظات الناس أن هذه من الكرامات التي أعطيت لمولانا الإمام الرضا، وهذا هو طبع عبادي عندما يقف للدعاء أو للصلاة. هذا نتيجة هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله نتيجة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لما لم يكن قد حدث ذلك. في ختام، يعني لدينا دقيقة واحدة لنهاية الحلقة، حبذا لو نسمع منك مقتطفات من مناجات أو من أدعية الإمام الرضا عليه السلام. أيضا هي كثيرة ولكن أكتفي هنا بالقليل منها. يقول في بعض مناجاته العرفانية إذا صح التعبير، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من دلني على نفسه وذلل قلبي بتصديقه، أسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة. وفي أيضا في له صلاة معينة محددة لها 6 ركعات، يقرأ الفاتحة مرة وهل أتى على الإنسان 10 مرات، ثم يأتي بهذه المناجاة يقول: يا صاحبي في شدتي، ويا وليي في نعمتي، ويا إلهي وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يا رب كافى يا عين صاد ويا سين والقرآن الحكيم، أسألك يا أحسن من سئل، ويا خير من دعي، ويا أجود من أعطى، ويا خير مرتجى، أسألك أن تصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. سماحة الشيخ تامر حمزة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة التي استضأنا فيها بنور علمك سماحة الشيخ. ولما تحدثت به من بركات أهل البيت، هذا علم أهل البيت. أشكرك إن شاء الله، أسأل الله أن أكون كحامل التمر إلى هجر، يعني بإذن الله تعالى. إن شاء الله سيكون لدينا لقاءات أخرى بحول الله وقوته. مشاهدينا الكرام، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجنة عند أولياء الله. إن الولي الحقيقي في عالم الآخرة لا تشغله الجنة بنعيمها عن النظر إلى جلال الله وجماله، وبإمكان المؤمن أن يستحضر هذا الأمر وهو في عالم الدنيا، حيث إن أولياء الله في جوف الليل يعيشون شيئا من هذه العوالم. ولهذا يصيح أحد العارفين: أين الملوك من هذه اللذة؟ إن ملوك الأرض مساكين، لأنهم فنوا أعمارهم في لذائذ الدنيا التي هي صغيرة وحقيرة ومحدودة. أما أولياء الله فإنهم عندما يسجدون لله تبارك وتعالى يذهبون إلى عالم لا يوصف.